¡Ay, bolita! ¡Soy verde, verde! تبارك الله ما شاء الله الوزيعة غزلة الوزيعة والله انت فكرتني في الوزيعة ما شاء الله اللهم زيد وبارك صدقة فينا صدقة لالة الغالية مرحبا بك بو عادل خالتي العزيزة مرحبا بك بو عادل الله يحفظك الله يعطيك اللهم امين يا رب العالمين يا رب العالمين الله يحفظكم لي لخطيكم ما شاء الله تبارك الله خير الله عطاكم الله الصحة والله صراحه ما اول مره تنزوروا هذه البلاصه هذه وخا على عيني ليتو ولا ما عمرنا جينا اول مره خليكم بعين ان شاء الله خليكم شي سنتوما تشوفوا معنا عاوتاني المناظر الزاهره اللي لقيتي ان شاء الله ماشي الله روعه روعه ماشي عمره الله يخلي الدنيا عمره بزاف تبارك الله على النبي ويخليكم بعين وريكم ان شاء الله كل شيء تكتشفوا معنا ورجعوا دابا ان شاء الله يا ربي نقطع هاد اللحان ونوكلوهم ان شاء الله في البانيو النار جلستينا في بلاصه وعملنا في الشلال برد تبارك الله رجع زابل برد ما شاء الله زابل كيحمر اصلا دابا يجيك كلشي لقيت واخا يكون ما يجيك بارد كان باسل غايجيك يعني بارك الله فيك بارك الله فيك ما شاء الله تبارك الله واحد الخير عظيم وهادشي كيبقى على طول لا هانتوما شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني غادي يعني هبط بواحد السرعه عظيمه ما شاء الله
الجبال من بعد ديال الماء ما شاء الله كيخرج غير من الجبل، يعني هذا كله جبل ما شاء الله تبارك الله كيخرج غير منه. شو هو هذا اللي هبط هنايا؟ ما شاء الله تبقى هنا محمد شرا السلسلة. يلا ايش يدي اسمك؟ هاني العسلانيه هذا هو اللي قلتي لي هذاك اللي من القيده 100 درهم كيلو. اسمع المعسره واعره غزلان معسره بحالها كبيره ما شاء الله. شحال عاملة ديك المعسرة؟ 5000 ريال واحدة غاديك صغيرة وياه حسينا الكبيرة 5000 الكبيرة شحال؟ 5000 ريال هذه راه كتاخذ اليد ديال الخدمة. هذه ما كفاش مستعملة ما شاء الله خير عندك تطيح حتى ما ديكورات زويونين يا سلام ما شاء الله. ايوا دابا سالينا كيف ما شفتوا معنا ما شاء الله تبارك الله بو عادل كيتواجد في اقليم تاونات واحد المنبع زوين 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 بزاف ولا دازان ما شاء الله تبارك الله. عرفتي واخا الحراره في بلايص اخرين ولكن هنا كاين البروده الفريكو البروده ما شاء الله تبارك الله المغرب كامل تبارك الله كيعلي هنا البروده بحال لا راك هنا والله عندنا البار الكليما بيو كليما بيو صراحه تبرع لنا كيف ما شفتوا معنا كل شيء طبيعي ما عندناش للاسف حيت كان عامر بزاف وراكم عارفين وعندهم مخلط شويه يعني ما عمليش البنات بعدين وكان بحبيبك الشيء علاش ما عملنا شي مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى ودابا نخليكم ان شاء الله باذن الله تهلاونا في راسكم نتمنى من راسكم وزيد تكون خرجتوا معنا الفيديو مقبل ان شاء الله. Thank you.